اهلا بيكم في اول فيديو للانجليش. النهارده هنبتدي باول واهم حاجه في اي لغه، الحروف. ده الفابتس. الحروف في الانجليش 26 حرف: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. كل الحروف ليها طريقتين كتابة: capital letters زي اللي مكتوبين دول، ودول بنستخدمهم في أول الجملة، و small letters بنستخدمهم في نص الجملة لما بنكتب الكلمة في نص الجملة. دلوقتي هنكتب كل حرف لوحده، الكابيتال والليتر والسمول ليتر، وبأمثلة لكل حرف. أول حرف الـ A، ده الكابيتال لتر وبيتكتب كده small letter. A apple تفاحة، كمان A ant نملة، then B capital letter B small letter B ball كورة، B boat مركب، C cat قطة، C camel جمل. ده A capital letter في أول الجملة، في أول الكلمة بيتكتب كده. لكن هنبص إن الـ A small letter زي هنا في بول، في نص الكلمة بتتكتب بالـ small letter. D dog كلب، D door باب، E elephant فيل، و E egg بيضة، F fish سمكة، و F frog ضفدعة. ده F capital letter capital letter. ده E هنا capital letter، هنا small letter عشان في نص الكلام. capital letters capital letter capital letter. G girl بنت، و G guitar يعني جيتار. H house يعني بيت، و
و H horse حصان. I ice تلج. و I ink حبر. هنا I capital letter، هنا I small letter. G capital letter و G capital letter وال H وال I دول capital letter. J جار، برطمان. و J جوس، عصير. K كي، مفتاح. و K كينج، ملك. L لاين، أسد. و L لامب، لمبة. L capital letter وال K capital letter وال J أول الكلام capital letter، باقي الحروف كلها small letters. M مانجو، مانجا. و M ماب، خريطة. N نوز، المناخير. و N نيل، مسمار. O أورنج، برتقانة. و O أول، البومة. دول كلهم capital letters أول الكلام، لكن ال O هنا small عشان في نص الجملة، في نص الكلمة. P pen، القلم الجاف. piano البيانو. كيو كوين، ملكة. وكيو question، سؤال. ار رات، فار. و R rain، مطر. ال P وال Q وال R كلهم هنا capital letters.
أس صن شمس وأس ستار نجمة تي تري شجرة وتي تيبل ترابيزة يو أمبريلا يو أمبريلا يعني شمسية يو يونيفورم اليونيفورم اللي بنلبسه واحنا رايحين المدرسة مثلا الاس والتي واليو دول كلهم capital letters لكن اليو دي small letter باقي الحروف كلها small letters زي ما قلنا التي دي small letter V فيلا اللي هي الفيلا و V فايولين الكمانجا W water المية و W word كلمة X X-ray و X X-ray هي الأشعة X-ray و X X-ريفون اللي هو X-ريفون عندنا X وال W وال V كلهم capital letters لكن الباقي كله small letter آخر حرفين ال Y يويو اللي هي اليويو اللعبة وواي يلو اللي هو اللون الأصفر زد زد small letter ساعات بتتكتب كده تبقى يا إما بالشكل ده يا إما ده زد زو اللي هي جنينة الحيوانات وزد زبرا الحمار الوحشي كده احنا خلصنا كل الحروف بكلمات لكل حرف Thank you for watching شكرا لمتابعتكم النهاردة وان انتوا اتفرجتوا على الفيديو ونتقابل تاني في فيديو جديد وحاجة جديدة في الانجليش